ولكن خليني أسألك، إيه اللي بيخلي الإنسان يتوجه لمثل هذه الأفعال أو الصور اللي حضرتك طرحتيها دلوقتي؟ هل ده بيكون مثلا مرض عضوي، ولا ده اتجاهات نفسية بكون أنا مضطرب نفسي، ولا ده انحراف في أفكار معينة بيتم ترويجها وأنا بيكون عندي اهتزاز داخلي، فبالتالي الأفكار دي بكون منجذب ليها مثلا؟ هو اكيد مش مرض عضوي، لان الاشخاص دول لما بيتم فحصهم هرموناتهم سليمه جدا وما عندهمش اي مشاكل وادائهم الجنسي طبيعي جدا، ولكن الاثاره بتحصل بحاجه غير الطبيعي. دي النقطه الاساسيه. فهو انحراف اخلاقي طبعا، بعضهم بيكون نتيجه ترويج الافكار، وبالذات بقى المراهقين، لان احنا تحديد الهويه الجنسيه بتبان قوي وتظهر في فتره المراهقه، فيبتدي يبقى هنا الميول ظاهره اكتر، ويبتدي يحس ان في انجذاب ناحيه الجنس الاخر. بنتكلم من سن 12 سنه، لان المرحله اللي قبلها من 6 لغايه 12 دي مرحله كمون جنسي، هو بيلعب مع نفس الجنس بتاعه، بيلعب مع ولاد ومش منجذب للبنات ولا فارقين معاه. بس من 12 بتبتدي بقى في المراهقه يبتدي يبقى في انجذاب جنسي ناحيه الطرف الاخر والجنس الاخر، فهنا نبتدي نشوف الشذوذ اذا كان هيظهر او لا. فبعضهم بيكون انحراف، وبعضهم بيكون طبعا ليه علاقه بقى بالتربيه، وهو مرض نفسي طبعا، لان بعض الافكار بتقول ان هو طبيعه وخلقه، ولكن لا طبعا هو في انحراف في التربيه وانحراف في الاخلاقيات، وبعضهم بيجرب بس كده، لان الاسهل في الصبيان انه يجرب العلاقة مع ولد حواليه لكن ما يجربهاش مع بنت، أو البنات تجرب مع البنات وما تجربش مع الصبيان، في الفضول الجنسي اللي بيبقى في فترة المراهقة. فنلاقي كتير منهم عندهم خبرات، حتى لما بقوش بيميلوا بعد كده لنفس الجنس، ولكن في الفترة دي هو عنده تجارب جنسية مع نفس الجنس، لأن ده المتاح دلوقتي. فممكن بعد كده نتيجة التجربة وإن الموضوع كده ظريف يبتدي يكمل، بعضهم هيكمل على هذا المنوال. بتقولي لي السن، بتقولي لي من 9 ل 12 سنة بيكون ده سن ممكن يكون الطفل فيه أو الشخص فيه اضطراب شوية ما يقدرش ان هو يوجه نفسه. مش هيبان قوي هنا. اللي هيبان فعلا لما يبتدي يعبر عن، يعني يبتدي ياخد باله من الرغبات الجنسيه ومع هرمونات البلوغ، وانه يبتدي يظهر الرغبه الجنسيه، فنلاقي ان هو مشدود لزميلته اللي في الفصل، ده الطبيعي. او ان هو مشدود لا لزميله اللي في الفصل وعنده حب ناحيه زميله، يبتدي يحبه ويفكر فيه افكار ليها علاقه بالرغبات الجنسيه. ولكن اللخبطه بتبقى من بدري قوي الحقيقه. يعني احنا علشان نقول تربيه ولادنا بقى من البدايه خالص، فلا، هو احنا الطفل الولد مثلا بيبقى عنده في سن سنتين حاجة اسمها عقدة أوديب. عقدة أوديب دي ان هو بيحب مامته جدا ومتعلق بيها، وشايف ان الاب منافس شرس في الوضع ده، والام بتبقى مع الاب في معظم الوقت، وهو ده جوزها مشانة وهكذا، فيدخل في صراع مع الاب. بعض الولاد بيحصل لهم الطبيعي بقى الاول، ان احنا نحل عقدة أوديب دي بان الولد يتحد مع الاب، وان هو يحب الاب، فيبتدي يدخل الى عالم الرجال ويحس ان انا راجل زيه وانا بحبه وانا مش بتصارع معاه، ويبتدي يتوحد بباباه، نلاقيه بيقلده وهو بيحلق دقنه بيلعب، بيقلده في حاجات الرجاله واللعب بتاع الرجاله والعربيات والحاجات اللي تخص الرجاله واهتماماتهم. ويبتدي يدخل كده الى عالم الرجال الذكوره. ولكن بقى لما ده يتلخبط ويختلف، ونلاقي بقى ان لا الاب مش موجود، او الام متطلقين مثلا والام بتدعم كرهه البابا، وما فيش راجل حواليها يقوم بالدور ده، يعني فيش جد وما فيش خال وما فيش اي حد، هي وابنها لوحدهم، او ان هي الاب قاسي جدا وبيعامل وحش، كل دي اساليب واسباب تخلي الولد ينتمي اكتر، يفضل في كرهه للرجاله وينتمي اكتر لعالم السيدات. وبالتالي هنا ممكن نلاقيه بيتوجه ان هو عايز الميول يكون الجنسية، إن هو للميول الجنسية للفتاة او مرأة. لا، الميول الجنسية هتبقى مثلية، يعني هيبتدي يفكر في انه عايز تاني، يعني شاذة، ميول شاذة. بالظبط، ميول شاذة، لانه محتاج ان هو يعوض حتة الذكورة اللي ما خدهاش وهو صغير. لان احنا حتى العلاقات الطبيعية هي علاقة تكاملية بين ذكر وانثى، دي خلقة ربنا. ولكن لما تبقى العلاقة بين ذكر وذكر او انثى وانثى، فهي كل واحد فيهم بيدور على الذكورة المفقودة او الانوثة المفقودة حسب العلاقة، هو مش بيكمل نفسه، هو بيدور على الحتة اللي ما خدهاش زمان وهو صغير.